السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد. الحلقة ديال اللي مشاهدينا غادي نستقبلوا ضيوف اللي عطاو كثير للسينما والتلفزيون. مجموعة من الأعمال اللي قدموها نالت إعجاب الجمهور، وبعض الأعمال نالت انتقادات كثيرة. اليوم غادي نستقبلوهم وغادي نتعرفوا على مسارهم وغادي نتعرفوا على مجموعة من الأعمال اللي قدموا. استقبلوا معايا بحرارة عافاكم هشام العسري وفدوى طالب. مرحبا بكم. شكرا سي هشام، مرحبا بك. شكرا خويا فدوى، مرحبا بك. الله يبارك فيك السي رشيد، ونهار كبير هذا. اليوم غادي نتقربوا منكم اكثر ونقربوا من الجمهور ديالكم، من المسار الفني ديالكم اللي كانوا فيه مجموعه من الاعمال كيف ما قلت اللي نالت اعجاب الجمهور، وايضا اعمال اللي جرات عليكم موجه من الانتقادات. ولكن انت اكثر هشام، انت عندك لا دوز ديال الانتقادات كثيره. اي عمل كديروا كيكون موراه الغيط. صداع صداع. ولكن قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم كما العاده غادي ندير معكم فقره ديال الحاله المدنيه باش نقربوا كل واحد من الجمهور اكثر. هشام العسري اسم حقيقي هذا. هشام العسري. سن هشام 42 عام. الحاله العائليه؟ عازب. عازب على العمل. عازف على العمل. المهنه؟ دابا كندير سيرف. لا المهنه، المهنه ديالك هي هذه. كندير سيرف. قبل كنت مخرج. كندير شنو؟ سيرف. كدير السيرف. واش كتسيرف يعني حيت السيرف فيه وفيه؟ كاين السيرف اللي كنعرفو كرياضه. لا في البحر. في البحر. وكاين اللي كيدير الرياضه ديال الركمه، الركوب على الامواج. تكتب شي حاجه، كدير شي حاجه، كيبغي يدير البوز. لا لا لا. انت اش من ركمه كتهضر عليها؟ لا لا، كندير السيرف تاع بصح. السيرف تاع بصح. يعني باقي مخرج ولا ما بقيتيش مخرج؟ مره مره. مره مره. واخا سيدي. ياك ما جيت تولي عليا يعني. فدوى طالب. الاسم الحقيقي هذا؟ لا ماشي الاسم الحقيقي. شنو الاسم الحقيقي؟ الاسم الحقيقي هو فدوى هريقم. اه؟ هريقم على ود هاد بددتها. فدوى هريقم. هريقم. ما اقتنعتيش بزاف. ما قنعتكش بزاف. لا ماشي ما قنعتنيش. إيه شويه كتجي شويه صعيبه وما كتشدش. وصافي ومشيت ما مشيتش زعما ما خرجتش بعيد. جدي كان بن طالب وحيدت بن وخليت طالب. وخليتي طالب. هذاك الاسم عطيتيه انت راسك ماشي لقبك الجمهور به. طالب. انت اللي اخترتي هذا الاسم هذا. اسم الفني. اسم فني. السن؟ بيانتو 36 سنة. الحالة العائلية؟ غير متزوجة. أو عازبة ياك بمعنى آخر. عازفة عازفة. المهنة ديالك فدوى، المهنة ديالك من غير الفن؟ ما عنديش مهنه من غير الفن، انا ممثله. كتمتهني الفن فقط؟ فقط. قريتي التمثيل فدوى؟ ماشي بزاف، واحد 4 سنين، مي ما كملتش في الكونسيرفاتوار بحكم ان كان خصك تقرا 7 سنين. دونك انا في 4 سنين الحمد لله تيسرات، بديت كندوز دي كاستين، كنتقبل، كنخدم وصافي وبدات لا كارير ديالي هكا. وهشام العسري انت كمخرج مغربي كاين واحد الفئه ديال الجمهور كتعرفك وكاينه فئه اخرى ما كتعرفكش. اليوم غتعرف عليك اكثر واكثر. مخرج اللي عنده واحد توجه مختلف على مجموعه من المخرجين، عندك السيل ديالك واللمسه ديالك خاصه بك. اليوم غنتكلموا على هذا الشيء كامل، ولكن قبل انا بغيت ندير واحد الميكرو خطوه، وقررنا اليوم اننا نسولوا عليكم الجمهور بطريقه مختلفه باش نشوفوا فعلا واش كيعرفوكم ولا لا. قلنا للناس، قلت لهم شنو رايكم في اقحام اللاعب هشام العسري في تشكيله المنتخب الوطني؟ واش غتعطي شي اضافه ولا لا؟ وسولتهم كذلك على فدوى طالب، وقلت لهم واش انتم مقتنعين باداء الوزيره فدوى طالب؟ كانت هذه الاجابه ديالهم، نشوفوها في هذا الميكرو خطوه ونرجع. الدار البيضاء على الجري والقفز الطولي. القفز الطولي. اي هذه معلومه كانت عندنا صغير. كنتي بطل في القفز الطولي. وفي الجري 100 متر 400 متر، فعلى مستوى المدارس تاع الدار البيضاء.
يعني ملي كانت عندي 14 عام 15 عام ودرستي القانون وقريت القانون يعني قفزتي من القانون قفزه واحده حتى السينما واخا وفي دوا طالب ايضا سمعنا بانك كنتي كديري كره اليد سابقا في الاول في الوداد مع الوداد البيضاوي كنت مع الوداد البيضاوي يا سلام حتى انت القفزه ما نعاودش لك داكشي انا درت قفزه وما كنت غندير قفزه اخرى قبل من التمثيل كنت غنكون في البوليس كنتي غتكوني في البوليس دوزتي شي تيست البوليس ما دوزتش ولكن كان بوسيبل انني نكون في البوليس هي صراحه مع القامه ديالك والطول ديالك ما تشداتش في الرياضه ما تشداتش في البوليس انا ممثله مزيان تمثيل دونك دخلتي هو اللي تشديت فيه الارض ما نقزتش حيت الوداد ما طولش يعني دخولك للتمثيل جا هكا بشكل سبونتاني ولا كنتي فعلا عندك رغبه في انك تكوني شي نهار ممثله لا كانت عندي الرغبه بيان سور كانت عندي الرغبه ولكن واحد الوقيته كان خاصني نحسم شنو بغيت ندير هي باش مشيت للمعهد ديال المسرح وتقيدت فيه وبديت كنقرا التياتر غير هو فاش مشيت غير فاش مشيت نقرا المسرح ما كانش عندي في راسي انني غادي نكون شي نهار يعني ممثله كنت باغا ندير المسرح وصافي كنت باغا شي حاجه كنت شي حاجه اللي باغا كانت عندي واحد الحاجه حاسه بها واحد الطاقه كان خاصني فين نخرجها دونك كان المسرح هو اول حاجه اتجهت لها مسرحي وكاتب سيناريو وكاتب روايات واللائحه طويله وتكتب فيما توصل فين تبارك الله عليك لان انا نسولك كيفاش كتلقى الوقت باش دير هادشي كامل بزاف الناس ما كيعرفوش بانك كدير حوايج اخرين من غير الاخراج طبعا كتابه السيناريو كتابه الروايات عندك بزاف ديال الكتب اللي خرجتيهم اخر كتاب شنو سميتو سميتو فوضى فوضى لا اون فيت الكتب الجايين سي هذا العام ان شاء الله غادي يخرجوا وكاين واحد لابوند ديسيني سميتها المروك وواحد لو رومون سميتو بابل هيد سي بالانجليزيه لا تنظن بان سكي انتريسون انا علاش قريت القانون حيت ذاك الوقت في المغرب ما كانوش مدارس تاع السينما يعني كنهضر على 2000 تقريبا 2001 ما كانوش مازال مدارس تاع السينما دونك درت القانون غير حيت الوالدين تاعي باش ما يتقلقوش عليا ما يقولوش لي ما ديرش شي خدمه فيها لا غير كذا درتي فقط باش دير الخاطر لوالديك لا هو سيتي زعما كان زوين كان واحد الباركور زوين ولكن اغلبيا حيت ما كانش عندي الاختيار بانني ندير مدرسه السينما مثلا حاولت ندير مدرسه السينما ابخي فرنسا ساعه ما عجبنيش الحال لان لقيت بان كاع الناس كيفكروا بنفس الطريقه تيهضروا على نفس الافلام وبالنسبه لي اهم حاجه في السينما هي لا سانغولاريتي يعني الاختلاف يعني كيفاش كتقترح واحد الصوره اللي الناس ما تيشوفوهاش تما فين كتجي السينما اللي كتعجبني انا انتوكا شخصيا والسينما اللي مهمه هي كتعطي الصوره واخا تصور واحد المجتمع ولا واحد اللغه ولا واحد الشخص كتعطيهم واحد النكهه واحد الطابع ما كيشوفوش الناس شنو اللي حبك في السينما بصفه عامه واش السينما المغربيه اللي كنتي كتشاهدها في الطفوله ديالك في الشباب ولا السينما العالميه لا انا بالنسبه لي السينما ما عندهاش بلد انا بالنسبه لي كاع الافلام هما لغه عندك موقف من السينما المغربيه لا عندي لا ماشي بالضروره اون فات لا بالضروره لا ماشي بالضروره اون فات بالنسبه لي السينما هي لغه يعني الا تكلمتيها مزيان بحال لونغلي غتكلم في اي بلاد غادي تتفاهم مع الناس الا ما تكلمتيهاش مزيان غتولي ان بو اميه ان بو على قد الحال الا كان شي موقف بيني وبين السينما المغربيه هو ماشي ضد شخص ولكن ضد لو ستاتيكو ضد الحاله العامه حنا ما عارفينش اش بغينا نديروا بهذا السينما كنحاولوا ندافعوا على سينما هي شعبيه تيقولوا ولا القاعات ولا شي حاجه الوغ ما عندناش القاعات ملي تنهضروا على الناس على السينما اللي خصها تهضر علينا خصها تكون واحد السينما اللي هي كريتيك كتهضر على المجتمع ماشي بالضروري سياسيه ماشي بالضروري انتقاديه ولكن كنحاولوا نحللوا المجتمع وبعض المرات الناس ما تيفهموش انا المشاكل اللي طراو لي في الافلام تاعي تقريبا كاملين سيكو الافلام كيكون عندهم واحد الصدى كبير في البرا ولكن هنايا كيكون المشكل لانهم تيخافوا من لو سوجي وهذا زعما كتبين بان مازال عندنا واحد التخوف من ما هو ابداعي مازال بنادم باغيك تبدع ولكن تقيس اهم حاجه في السينما هي الصراحه يعني كتكون سانسير كتحاول تحكي واحد القصه بشخوص اللي هما مخترعين ويعني كاين فيهم ابداع وتمشيو مع الممثلين مع التقنيين وكنحاولوا نعطيو اكثر جهد يعني لهذه القصه لان المهم الناس ملي تتفرجوا فيلم في المكسيك تتفرجوا فيلم على المغرب ما تعرفوش كاع المغرب فين جا ولكن تتاثروا بالشخوص ماشي بالضروري يكون كيضرب بالدارجه ولا بالفرنساويه وتنظن خصنا نوصلوا لهذه اللحظه فين واخا نهضروا على دي سوجي اللي شويه قاصحين ما خصناش نخافوا منهم لان قال بزاف الناس كيهضروا عندهم واحد المصطلح كيضحكني انا كيقول لك هذا غيخسر السمعه ولا الصوره تاع المغرب
انا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي تخسر السمعه والصوره تاع المغرب هو فيلم خايب، واخا يكون على سوجي زوين، اما الا درنا فيلم زوين على سوجي اللي هو مجتمعي، مشاكل اللي كنعيشوهم كصديقه كنحاولوا نحلوها وكنحاولوا نعطيو واحد وجهه نظر، وبعض المرات كنحلوا العينين تاع بعض الناس على شي حوايج اللي فات اللي نقدروا نعطيوهم واحد الجانب ابداعي، لاننا ماشي بالضروره نكونوا غير في السياسه، وماشي حنا جورناليست، هذه الابداع الاهميه تاعو كنعطيو واحد وجهه نظر اللي نقدروا. انا بالنسبه لي اهم حاجه في السينما هو كدير فيلم كيضاربوا على قبل الناس، ما كديرش فيلم باش تصالح الناس، بالعكس كدير فيلم بوغ بالكانيزي ولا بوغ جوج تاع الناس، جوج تاع الاحزاب تيضاربوا بيناتهم، واش خايب واش زوين واش تمام. وهذا الشيء اللي غنتكلموا عليه من بعد ما غنسول فدوى طالب على اول عمل سينمائي قدمته. شنو اول عمل سينمائي؟ اول عمل سينمائي قدمته كان واقيلا في 2006 سميتو شومبر 13 ديال واحد المخرج اللي دار معنا هذا الفيلم وهرب. سميتو؟ فين هرب؟ المهم هرب لكندا، دار الفيلم ديالو، مشاو الناس داو بغاو يتخلصوا ويشوفوا الناس اللي كانوا كيهضروا معاهم اللي خدموا معاهم، لقاو البيرو تسد، تشمع، ما كاين حتى شي انسان باش يسمع. كندا مشى كندا، تلقاو في شومبر 13 نيت غيكون شي والله الا مشى لكندا والفيلم سينمائي شومبر 13 الفال هذا الفال هو الفال. وهشام العسري اول فيلم سينمائي درتي مطول سميتو نهايه. بديتي بالنهايه، شو على فال كدير؟ لا لا سي من الاخر ماشي نفس الحاجه، ماشي نفس الحاجه، بالعكس اون فيت. انا بالنسبه لي ما تنساش واحد القضيه اللي مهمه للجينيراسيون تاعي. انا وين افلامك غريبه هشام، دابا نرجعو نتكلمو عليها. ماشي مشكل نهضر عليها. انا بالنسبه لي اهم حاجه اللي خصك تعرف على الجينيراسيون تاعي، واننا حنا كبرنا كنتفرجوا في الافلام، والافلام ولو بحال خونا صاحبنا خونا، المخرجين كنهضر عليهم بحال كنهضر على ود خالتي ود عمتي والجاره وداك الشيء. دونك بالنسبه لي تنظن بان سكون ابيل لا ميتا لو ميتا سينما هو كتهضر السينما على السينما كيفاش كتحاول، وكان واحد النوع من الاستهزاء تقريبا دو ليغوني اون فاسك، ملي كنقول بان اول فيلم اللي غندير هو النهايه، حيت كيهضر على واحد النهايه تاع الحقبه الطفوله تاعي انايا، وكتهضر على واحد النهايه تاع واحد الحقبه لوفاه الحسن الثاني في 99 في جويه، اللي كان عنده واحد التاثير كبير بزاف علينا، وتتوصل حتى 11 سبتمبر. دونك بالنسبه لي كانوا بزاف الحوايج، وتنظن بان كاين واحد زعما ماشي بالضروره نكونوا متيقين راسنا، جيم بيان هذيك الفكره تاع واخا غنبدا من الاخر، ديك غنبدا من الاخر. دونك سي سا ابارتيغ دو لا، بزاف تاع الناس سولوني قال لي دابا اش غدير من بعد؟ بعد النهايه اش غدير؟ غتجي البدايه غطلع الكتبه. وجاو مجموعه من الاعمال اللي قدمتيهم من بعد، طبعا اعمال فيهم كيف ما قلت اللي لقاو استحسان الجمهور، وفيهم ايضا اللي لقاو انتقادات الجمهور، كاين ايضا اعمال اللي درتوها مشتركه، اشتغلتوا مع بعضياتكم ما من مره، طبعا اشتغلتوا على اعمال بينها واحد السلسله كانت في الويب سميتها بيسارة اوفر دوز، واللي كان ايضا عمل اوفر اوفر، واللي لاقى كاين الناس اللي عجبهم، الناس اللي كانوا تيعلقوا بشكل ايجابي وكيقول لك هذا فعلا هذا الشيء هو الواقع، هذا الشيء اللي تتقول هذه السيده هذه بهذاك البروفيل ديالها هكاك، يعني ما دايرهاش الماكياج، يعني يمكن كتوصل الرساله بشكل كرو يعني واضح وقاصح شويه، وكاينين الناس اللي قال لك لا راه قصدتوا السطر بزاف وما احترمتوش بزاف الاشياء، ما احترمتوش الاعراف ديالنا التقاليد ديالنا، ضربتوا في الاخلاقيات ديالنا، وهذا ماشي هو الفن. الناس نعتوا هذاك الشيء بانه شيء قله ادب وقاحه، وهذا شنو ردك هشام على هذا؟ ماشي مشكل، كما قلت انا في الاول الفكره تاعي ماشي بالضروري يتفقوا الناس يكون اجماع، لان الحاجه اللي تكون عليها اجماع دغيا كتنسى، الوغ كل حاجه اللي كتنوض صداع ولا كتكون بوليميك ولا كيكون عندها كتنوض ضجه، الضجه شنو هي؟ هو انك تسال واحد الحاجه اللي ما في خبارهمش هما، يعني كتزحزح بعض المعتقدات تاع شي ناس، وبعض المرات كيخرجوا بالصداع، كيخرجوا بالغوات وكيثوروا اكسيتيرا، وواحد اللحظه هما تيتراجعوا، يعني بزاف تاع الناس، يعني الناس اللي شافوا الفيلم الاول تاعي ولا بيسرى اوفر دوز ولا كاع داكشي اللي تندير، واحد اللحظه هو تيفكر مع راسو تيقول فينالمون حنا ما بعدش بزاف على الواقع، وهذا غير عمل ابداعي، وخا فيه شي حوايج اللي كاين شي ناس كيسحبوا الفن هو شي حاجه خصها تكون نقيه وديري لها جافيل وداكي لها البينيسيلين ولا شي حاجه بحال هكا، الوغ كل المجتمع تاعنا ماشي كاين شي حوايج اللي ما قربش من هذا الشيء،
الا بدينا كنتخيلوا واحد المجتمع انجيليك ملائكي، الناس غادي يديكروشيو، ما غاديش يتفرجوا فينا اللي يقول لك هادشي ماشي المغرب. بحال واحد الوقت كنا كنسمعوا في التلفازه مفاتيح السياره وداكشي، وكنا تنضحكوا عليها لان كتجينا بعيده بزاف علينا. حنا بالنسبه لنا كهذا الجيل جو بونس كو الجراه تاع فدوى ولو تالون تاعها والقوه تاعها كممثله هو انها الناس سحبوها بصح. كما انا صورت حتى ذاك البروجي صورنا غير ضحك غير بيناتنا، باش نزيدوا من الناس اكثر بانه هذاك العمل اللي درتو اللي هو بيسار اوف ذا اللي عباره عن كبسولات اللي كانوا في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين البعض اللي لحد الان كيحسب له بانها غير فقط دارت بورتابل فيكساته واسطوره. بزاف الناس ما فرقوش ما بين الشخصيه وما بين واش انا بصح فقت شي صباح ودرت هذوك الفيديوهات وبديت كنهضر، ولكن اللي بغيت نقول لك هو اننا حنا اصلا ما قصناش التقاليد والاعراف وهادشي اللي قلتي، حنا كنا كندويو على واحد الواقع اللي عشناه وكنشوفوه. لا انا تنقول شنو كان صعيب الناس شويه يتقبلوه، فهمتي؟ وان مومون كيف قلتي اختيار بعض الكلمات، اختيار بعض المصطلحات، يعني انك مثلا توجهي واحد الكلام ديالك لواحد الفئه من البنات ولا من الاولاد، هذيك المساله اعتبروها الناس بانك ضرب مجموعه من القيم ديال المغاربه. هذه الهضره اللي تنقول لك لا انا غير كنظن ان ما كانش قبل بحال ما هادشي ما كانش قبل، يعني شي حاجه اللي جديده على الناس. اما راه ما كاين حتى شي حاجه اللي مختلفه، وما سي دي كابسول اللي نورمال اللي فيهم واحد البيرسوناج. ما تاثرتيش شي وقت بانتقادات حيت طبعا كيدير انتقادات كيقول بانه كان كلام نابي بعض المرات، تعليقات اللي كان فيها السب والقذف، واش اثر عليك هذا الشيء في وقت من الاوقات؟ نقول لك رشيد اللي يقدر ياثر عليا، يقدر ياثر عليا اللي ما كيدخلش ينتقدك او يهضر معك على البروجي، اللي كيدخل اصلا ما شافش وما عارفش وكيجي كيشوف كومونتير ولا قبل عايرو كيجي تا هو كيقول لك والله الا عندها الحق حتى سير كيبدا يعرفك. علاش اصاحبي سير تفرج وعطي الراي ديالك، راه يقدر تعجبك، راه ماشي ضروري كيف قال هشام انا عجباتني هو خصها تعجبو، الناس كلها خصها تعجبهم. ممكن يكون اختلاف، ممكن واحد اخر يشوفني انني انا ماشي هذاك البيرسوناج اللي بغى يشوف، عادي هادشي. وهذا هو الهدف يمكن هو خلق هذا هذه الجدال. الناس ما تعايرش وكانوا صافي، اما الا كانوا ينتقدوا على الراس والعين. جبت لك صح هشام عشيش. دابا هشام يمكن من الناس اللي ما عندوش مشكل، حتى ملي كنسولوا هذه الاسئله راك شو كيتجاوب برود. هشام نقول لك هشام واحد السيد. شوف استاذ الله يخليك، انا بالنسبه لي زعما هو راه ما عندوش مشكل، هو جبت لك صداع ورجع له راه. لا لا بالعكس، كان معايا هذيك الفتره كلها، كان معايا وكنت على اتصال معاه وكنشوفه. ولكن بصراحه واش تاثرتي ولا ما تاثرتيش في فتره من الفترات من بعد الفيديوهات؟ واش شي مره ما نقولش حسيتي بالندم، ولكن من بعد ما الناس مثلا كثروا واحد الوقيته في الانتقادات واش كتبرزط شويه تتقول واش ياك ما درت شي حاجه ماشي هي هذيك، ملي كترجع للحاجه كتلقى هذيك الحاجه راك ما درتيش. خصوصا ان كان عندكم مشروع ديال الفيلم السينمائي. مازال عندكم مازال مشروع ديال علم الله كتخرج بساره، على بالك كتخرج الطنجره هذه اللي صارا فوريفر. الفو اتوند غير الفو. لا اون فيت غير باش ناكد لك اون فيت انا عندي تجربه واقيله اكثر من فدوى، لانني درت بزاف تاع لي ويب سيري، وكل وحده كتهضر على الدين، وحده كتهضر على الجنس، وحده كتهضر على اون فيت. كنظن باننا في هذه لا جينيراسيون في هذه الحقبه دابا ما خصناش نخافوا من الانترنت، ما خصناش نخافوا من واحد مخبي وراء لورديناتور تاعو تيعيرك، وبعد المرات كيتلاقى معك في الزنقه وكيتصور معك. يعني من خاف كاين هذا هو المشكل الكبير. انا فاش درت بساره اوردوز وكنخرج للزنقه حتى شي واحد ما كيجي لعندي كيقول لي يا اختي حشومه هادشي اللي درتي، كله كيجي اللي تلقى بيا سوا جينيراسيون زعما كاين سوا دراري باقيين شباب سوا صغار سوا كيقولوا لي تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه قلتي لي اللي كاين، ولكن في العالم الافتراضي كتكون هضره اخرى. العالم الافتراضي وهذه السكيزوفرينيا هذه ناقشتيها في بعض الاعمال صعيبه هذه. انه كاين حنا داك الشيء اللي كنامنوا به ماشي هو اللي كنبينوا، ماشي هو اللي كنقولوه، يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في حياتنا العاديه كاين واحد يعني ماشي انفصام في الشخصيه عند بزاف ديال الناس، ولكن هذا عنده تفسير اخر كيف ما قلت لك. غنتكلموا عليه من بعد ما غنشوفوا ان بيست اوف ديال فدوى طالب وان بيست اوف ديال هشام العسري، نشوفهم حالا ونرجع. سينما والتلفازه والانترنت جوجكم طبعا اشتغلتوا فيهم ثلاثه، شنو هو يعني المنبر اللي كيبان لكم كيوصل للجمهور اكثر وكيقيس الناس اكثر بصراحه؟ انا بالنسبه لي كل حاجه عندها الجمهور تاعها،
صديق ملي تنهضروا على التلفازه تنهضروا على 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 واحد الطقس اللي مهم بزاف. المرات ما تيفهموش الناس كندخلوا عند الناس. ملي كتدخل عند الناس خصك تحترم طقوس الضيافه. كتدخل ما تدخلش في الصباطه كتسلم. خصك ما تقدرش تقول شي كلمه تقدر تهضر معاهم مع صحابك. بزاف د الحوايج اللي خص يكون الاحترام. يعني جالس الناس كيكونوا مجموعين ما كتعرفش اللي كيتفرج فيكم. دونك هذا مهمه. دونك وبعض المرات كتكون ما خصكش تخدم بزاف في دي بارتي في دي تيماتيك ولا في دي زاسبي. السينما وفات بالنسبه لي هي لغه كما قلت قبيله. هي لغه كتهضر مع العالم كامل. صديق انا بالنسبه لي الا درت فيلم خصو يمشي للامريكان وروسيا والجابون والشينوا ويتفرجوا فيه ويتاثروا بنفس الطريقه ولا ضرهم راسهم بنفس الطريقه على العالم اللي كنبروبوزي عليهم. ضرهم راسهم مهمه بزاف هذه الفكره تاع ضران راس. نرجعوا لها اخي الا بغيت. لا ما غنرجعوش لها غنبدا معك دابا. انت نكمل لك وانترنت تنهضروا على كيفاش لانكونسيون كوليكتيف تاع المغاربه كاين في انترنت. هادي غنقدروا نهضروا بحال في الشارع. يعني ملي كنهضروا على بيسارا اوفر دوز ولا نوفازلين فتوى ولا الكلام حشاكم ولا كاع هاد لي بروجي اللي درت في انترنت. انا بالنسبه لي تنهضر مع خوتي وخواتاتي اللي يتفرج فيها بوحدو مخبي. ماشي بالضروري نحشم نقول شي كلمات. ماشي بالضروري نكون ماشي واقعي باسكو كندخلوا في الواقعيه. ملي كندخلوا في التلفازه ما نقدروش نكونوا واقعيين الى واحد الدرجه. وفي الانترنت نقدروا نكونوا واقعيين مع العلم بانها كاين واحد كالكشوز دانيكدوتيك. يعني ماشي بالضروره تكون مكتوبه بزاف ومخدومه بزاف. يعني ملي كتجي كتشوف كاع لي بروجي اللي درت في الانترنت سيتي دي بروجي مع صحابي. فدوى شريت لها قهوه باش نديروا بيسارا اوفر دوز وتقهوينا انا وياها ونص نهار باش صورناها. سيتي سا سون كاشي. هذا هو لا سي ان بروجي ارتستيك. لاننا لا كان بروجي. لا كان لاننا هذه مهمه هذه الفكره. لان بزاف تاع الناس تيبغيو يخدموا غير باش يتخلصوا. ولي زارتيست بضروره بنادم يتخلص باش يعيش اكسيتيرا. ولكن كاين شي حاجه كتسمى لا باسيون. يعني ضروري دير شي حاجه اللي كتفيقك مع الصباح وكتخليك عايش وما كتشرفش وما كتعياش وما كتدقدقش. لان بعض المرات كتواجه شي مواقف في الحياه العاديه كطيح لك من المعنويه تاعك. كاين واحد العدميه كبيره بزاف تاع الناس. اللي هضرنا على الناس تاع انترنت اللي كيعيرك ولا اللي كينقص منك ولا اللي كيبغي يشير عليك ولا شي حاجه. كاينه بزاف تاع العدميه. يعني الناس ما تيقدروش يقولوا شي حاجه زوينه كضرب بحال كيضرب كتحيد لهم شي حاجه. كنهضر على واحد 10% لان اغلبيه الناس عندهم الراي تاعهم عجباتو تيتفرج ما عجباتوش تيدوز ولا تيقول هادشي ماشي ليا وما تيعيرك ما تينقص منك. يعني بحال مفرف شي حاجه اخرى. وكاين شي وحدين تيحكوا عليها. دونك مع هاد الناس هادو ما تنتسوقوش لهم. لان الا تسوقنا لهم غادي نوقفوا. حيت هادو كتلقى كيهضر في كوره في السياسه في السينما في التلفازه. ما عمره ما تيهضر على الكتوبه. حتى شي واحد ما عمره ما شفتو كيهضر على الكتوبه ما تيقراوش ولكن تيهضر على هادشي اللي كيشوفوا بعينيهم. دونك واش حنا غنتجاوبوا معاه؟ تنتم لا. كل واحد عنده واحد القناعه الشخصيه ملي كيدير شي عمل فني. اما كتبقى السينما بالنسبه لي هي الام تاعي. التلفازه عزيز عليا نخدم بزاف في التلفازه وكنلقى واحد الراحه واحد المتعه كبيره واخا فيها شويه الصداع وتتبعك بنادم وكاينين شي وحدين كيقوسوا عليك كيحدوك انت حاضنك انت كيبقى اللي درتي شي حاجه قبل ما يشوفها تيعايرك يتوسع. ولكن حنا ما تنتجاوبوش كنحاول نشوف الجانب الايجابي لان بزاف تاع الناس كيعطيونا بزاف تاع الحفاوه. ميم في لادوان وداك الشيء كتلاقى مع واحد كينصحك تيقول لك هذه الشخصيه كانت تكون بحال هكا وانا كنعرف واحد وتيكون حوار في الاخير. كنرجعوا للحوار تاع المجتمع تفق مع راسه. وحاجه اللي مهمه بزاف كاين واحد لو تيرم اونجلي سميتو لو ستوري تيلينغ. لو ستوري تيلينغ هو اننا بالضروري خصنا نشوفوا بحال اهل الكهف. خصنا نسوي الصوره تاعنا. ما نبقاش نتفرجوا في التواركه ولا في الدول الاخرين ولا في شي افلام امريكانيه ولا افلام مصريه. خصنا نشوفوا حتى حنا وجهنا كيفاش داير. وداك الشيء علاش كاينه واحد الحفاوه كبيره لا فيكسيون ماروكان. جاب الصداع شويه في لا سيت كوم وداك في هاد لي بروجي تاع الضحك. لاننا بزاف د الحوايج يضحكوا الناس في الشارع ما تنقدروش نخدموهم في التلفازه. الجنس الدين السلطه بزاف د الحوايج ما نقدروش كاع ندخلوا ليهم. وفي السينما احنا في الفن. والفن يعني كنتهضروا مع الشعب كامل. انا الافلام تاعي هذا هو اللي مضحك بعض المرات كيضحك ايغونيك هو ان الافلام تاعي كنقدر نخرجهم برا لان ما تيخافوش من لي تيماتيك وما تيخافوش من لو شوا زعما لي بارتي بري استيتيك. يعني السينما بزاف على الاستيتيك الاستيتيكا يعني الجماليات. كنهضروا بزاف بعض المرات انا خصك غير تقول لهم الهضره. يعني الافلام اللي تيخدموا في المغرب الكوميديا وداك الشيء تسمع الهضره. يعني بزاف الهضره ما كاينش لي شوا استيتيك اللي مهمين بزاف. هذا ما تيمنعش بان كل سينما عندها بلاصتها. ولكن خصنا ضروري نفكروا بان السينما حتى هي راه جماليات بحال الموسيقى بحال الفن التشكيلي بحال الهندسه. مجموعه من الناس متتبعين ديال الشان الفني في المغرب كيشوفوا ان السينما ديال هشام العسري ولا السرد السينمائي ديالك فيه
بالنسبه للمتلقي الهادف فيه نوع من الغموض، يعني المتلقي الهادف خصو يخدم عقله بزاف، خصو يدير مجهود كبير باش يفهم الهبكه الدراميه ويفهم التسلسل الكرونولوجي ديال الاحداث اللي كتعاودهم انت بعض المرات بطريقه عشوائيه. ما تنقولش طريقه عشوائيه في الفن اللي كتقدم، ولكن بالنسبه للمتلقي الهادف كيدوخ شحال من العمل تبعتونا ديالك، وكنحاول نفهم كنضرب باش واش هذا الشيء متعمد كتبغي شوف كاين ديما خطه، نرجعوا للكره ولا نرجعوا للهندسه، كاين خطه وكاين بلان. انا بالنسبه لي السينما ما نقدروش نديروا افلام غير باش نحكيوا قصه، لان السينما عندك اكثر من 100 عام، يعني كفن باقي صغير ولكن عنده اكثر من 100 عام. الا درتي فيلم غير حجايه كتخبرها وتتقولها للناس، ما تتوصلش ذاك المستوى فين تقدر توصل للعالميه. يعني الافلام تاعي اغلبيتهم كلهم مشاو لكان، مشاو لبيرلان، مشاو المهرجانات كاتيغوري ا، مهمين بزاف وعطوني واحد السمعه زوينه على برا ولا الداخل سميتو. دونك هذا مهم بالنسبه ليا. وبالنسبه لي كاين واحد التحدي سردي، لاننا ملي تنجيو تنقراو كتاب راه تنقراو كل كلمه وتنركبوها في راسنا، يعني كنديروا مجهود فكري كما قلتي، خص المتفرج هو يدير مجهود فكري. المشكل اللي كيتطرح هو بعض المرات يعني الافلام ماشي بالضروره كيتوجهوا للناس اللي باغي تفرج نهار السبت وياكل البوب كورن. كنبغي ندير واحد السينما فين ما وريتيها ما تتحشمناش، فيها لغه عالميه، فيها اللغه اللي كتقرب من لغه السينما، لان من قبل تنهضر على السينما كلغه، يعني كاين واحد لا ميتريز في اللغه، كاين ما هو نثري وما هو شعري. في السينما نقدروا نكونوا في الشاعريه. انا بالنسبه لي السينما اللي كتعجبني شخصيا واللي كبرت عليها هي السينما ما كتفوت البديهيات. البديهيات هي الشون كونتر شون، جوج تيهضروا داك الشيء باين. انا بالنسبه لي السينما هي لي ليبس، يعني كيفاش كتنقز من حدث لحدث وكيفاش كتبروبوزي دي زيماج. يقدر الفيلم يبرزطك ديك الساعه، ولكن ملي كتمشي ثلاث شهور من بعد شي ايماج كتطلع وكتضرك في راسك. وهنايا كاين البعض اللي تيقول بان هشام العسري ملي كتفرج فيلم ديالو تقدر ما تخرجش جينيريك وتعرف هذا راه فيلم ديال هشام العسري. تتبان لك شي كاميرا كتزعزع، شويه الفلو، شي ما كاينش لو بوان، شي حويجات كديرهم انت. يعني لا هذا غير تبسيط، ما فهمتش بغيت نعرف. انا فهمت نقول زعما بيان سيغ، بعد مرات حتى ليماج جو بخون كوم ان اوماج، زعما كناخذو كتقدير. انا باقي يلاه مخرج شاب، جيم بيان شاب زوينه، شاب ياك شيب يلا يا زعما باقي في التطور، يعني بزاف الحوايج كنتعلموهم اي توسا. دونك لو وصل بان الناس ولاو تيعرفوا الفيلم تاعي غير من كيفاش مكادري ولا كيف، حيت انا اللي كنكادر، انا اللي شاد الكاميرا. يعني كاين واحد التناسق، يعني ماشي داك الشيء عبثي، يعني من فيلم لفيلم كاينه فكره كتطور وكتكبر وكتاخذ الوان اخرى وكتاخذ تضاريس اخرى، وكنحاولوا نعطيو شي حاجه اللي تقدر تكون من السهل الممتنع، ولكن بحال الشعر. يعني ملي تنقراو شي با، انا عزيز عليا المعلقات، ملي تنقرا شي بيت شعري انا نقول لك دابا الا لا يعلم الاقوام ان قد تضعضعنا وان قد ونينا، الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. زوينه بزاف واخا ما تفهمش المعنى تاعها، ولكن الا حللتي غتفهم بان واحد كيهدد في واحد اخر. انا بالنسبه لي هذا هو السينما، يعني ما نخافوش بان كنهضروا بزاف على ان الجمهور خصنا نمدغوا ليه داك الشيء اللي غنعطيوه، وتنظن بان الحاجه اللي سومي ديجيغي دغيا كتمشي، الو كل حاجه اللي قاصحه كتغززها اي توسا تقدر ديفلوبي لك لي ميسكل تاع وجهك ولا لي ميسكل تاع راسك ولا. وتنظن بان ما خصناش نخافوا من الفن اللي تيكون فيه واحد ميستير. يعني كاينين بزاف تاع السينمائيين في العالم ما كيخافوش من لو ميستير، دافيد لينش ولا تاركوفسكي ولا شي حاجه، ما تيخافش بان يدير لك فيلم كتفرج فيه وما كتخرجش عندك كاع الحلول، خصك انت تفكر، انت كتولي شخصيه في الفيلم وكدي معك هذه الافكار. هذا الشيء طبعا كنلمسوه في الاعمال السينمائيه ديالك خلافا الاعمال التلفزيونيه اللي غنناقشوها من بعد، لان طريقه الاشتغال ديالك على التلفزه يمكن مختلفه على السينما. ولكن نرجع لفدوى طالب. فدوى طالب تبارك الله قدمتي مجموعة من الأعمال في السينما في التلفزيون، ومؤخرا قدمتي واحد سلسلة في الويب، سلسلة اللي حتى أنا تفرجت فيها وعجبتني، اللي هي شنو هي؟ بيبي فاتي. فاتي غنشوفوا منها اكستري ونعلقوا عليها من بعد. يلا واحد مكردد ولا معصب، هادشي باش كنبغيك انا يا بيبي؟ والله تعرف ادخل بحال هاتك بنادم، راه ولات عندك مسؤوليه البشر. وزيدوا انت عارف هذا القلت بلاصتي، عندك الزهر اليد اللي كان مرمق بها باقي ما نشفتش من الصباغه، ومن طراسيها لخويا في حنكو وكحوز من حدايا بنادم، راه تخرجني على السطر. شنو واش بغيتيني نكيتي لا كونفرساسيون؟ كيتشي كيتي مالها دخل عيني كيتي. مهم جدا
الحبيبه. وميمتي الحبيبه. طبعا العمل اللي درتو في الويب هذا عمل اللي قدمتوه فقط في الويب، يعني ما كانش عنده شي دعم. لا لا لا، يعني اوتو برودكسيون ديال طاليس. اوتو برودكسيون هما دي بيرسوناج كانوا ديجا كانوا في الدرب في سيت كوم اللي كانت من الاخراج ديال هشام. وهذوك لي بيرسوناج ديال صلاح وفاتي شفنا باللي عجبوا الناس، اتاشاو ليهم، داروا شي حاجه، دونك الفكره جات من هنايا لطاليس، انه علاش لا هاد لي بيرسوناج اللي عجبوا المغاربه وتفاعلوا معاهم نديروهم دي كابسول ونعاودوا نعطيوهم اليوم عاوتاني، نشوفوا فاتي وصلاح في حله جديده تزوجوا. في حله جديده. شحال درتوا من الحلقات تقريبا؟ تقريبا كاينين تسعود. تسعود الحلقات. تسعود الحلقات. عاودي لي على تجربتك في الدرب على فاتي. تجربه في الدرب وفيت هذاك البيرسوناج ديال فاتي، هذيك الشخصيه بالضبط عزيزه عندي بزاف. فهمتي، كنحس بها بحال شي اختي، بحال شي خالتي، بحال شي بنت عمتي، المهم هي معايا ديالتي. الله يخليها لك. امين يا ربي، الله يسهل عليك. دونك هذيك الشخصيه جات في الدرب. تلعبات في الدرب، كانت كان كاتب طاليس، وبوي كانوا دي توش ديال هشام مع دي توش ديالي انايا، وشويه من هنا وشويه من هنا، ولا ذاك البيرسوناج زوين وكيضحك. والاكسبيريونس كانت زوينه ديجا مع الدراري ديال ايموغاجي، طاليس، رشيد، رفيق، قمر، كانوا معنا في سيت كوم، دونك كانت تجربه زوينه. هو الدرب كامل انا كان عجبني، زعما كنا ماشي غير الشخصيه ديال صلاح وفاتي، انا كنت مثلا فان ديال دي بيرسوناج وحدين اخرين كانوا معنا في الدرب. مثلا البيرسوناج ديال امي حسنة الطمطاوي، كنت كنموت على ذاك البيرسوناج، كتحمقني الطريقه باش كتنسى بالزربه. فهمتي، دونك كانت اكسبيريونس زوينه، كان داكشي زوين، سينو ما غاديش نعاودو نرجعو نديروهم ديك. شنو الرساله اللي توجهي للزوج ديالك فاتي؟ و شكون الزوج ديالي بعدا؟ انا ما مزوجاش، يلاه قلت لك المهنه غير. لا لا، في سلسله. صلاح بيبي. شنو تقولي لي خدام كاميرا فاتي؟ شنو تقول لي فاتي؟ نقول لي شبش الارض. الدرب اللي تعرضت على القناه الاولى في رمضان اللي فات من اخراج هشام العسري، واللي ايضا تعرضت لموجه كبيره من الانتقادات، وكانت من الاعمال الاكثر عرضه للانتقادات في ذيك الفتره هذيك. تكلموا الناس على اللغه المستعمله في التلفزه، وهنا تكلمتي على اننا كندخلوا عند الناس لبيوتهم، الناس اعتبروا بان اللغه المستعمله يعني في الحوارات كانت لغه بين قوسين زنقويه. قالوا بانه هذه ماشي اللغه اللي غنعلموا لوليداتنا، لان التلفزه كتانفلونسي، التلفزه ممكن يشوفوها الاطفال ويوليو يتكلموا بنفس الطريقه. فهذوك الشخوص كامله اللي كانت عندهم ديك اللمسه بين قوسين، تنقولوا بدرجه الشرميل، يعني مشرملين في هضرتهم في هذا. فالناس سخطوا شويه على هذا العمل. هذا طبعا ماشي هو العمل الوحيد اللي تنتقد، مجموعه من الاعمال الرمضانيه، خصوصا في رمضان كتكون موجه انتقاد لا توصل على شي. انا نعاود لك. قول لي علاش تعرض هذا العمل لهذ الدرجه ديال الانتقادات؟ كيهضروا اللغه تاع الزنقه ياك؟ سي سا الفكره. ماشي الزنقه. زنقاويه، هذه لغه الزنقه. الزنقه تاع المغرب. الزنقه تاع كازا. ديالنا. لا اون فيت غنشرح لك واحد لا ماشي مشكل. اللونجاج هو ديال واحد المنطقه في المغرب. في كازا. يعني ماشي لغه ديال كاع المدن المغربيه. لا اون فيت غنشرح لك، انا ملي بديت كندير السيت كوم، يعني من كلنا جيران ثلاثه كنزه في الدوار اللي كتبتها ودرت لها الاخراج، الثانيه الدرب، وهذا العام همي ولاد عمي. اون فيت اشاك فوا كيخرج شي حاجه كينتقاد، لان الناس بعض المرات كاين شي حوايج اللي انتقادات اللي كتنفعنا حنايا ككتاب ولا كمخرجين، كنستافدوا منها وتنحاولوا نحيدوها حيت ضراتهم، حيت اشاك فوا البروجي هو كنبروبوزي، ما تنديروش شي حاجه باينه، تنحاولوا نبدعوا، نحاولوا نزيدوا شي حاجه، نجيبوا شخوص، نكونوا قراب من المجتمع، نقدروا نكونوا في الدرب، قربنا بزاف من الزنقه، الوغ كل فكره هو انها الدرب، يعني خصنا نكونوا قراب من الدرب، من اللغه تاع الدرب. انا ما متفقش بانها زنقاويه، لا هي لغه الزنقه، يعني الناس تيهضروا بحالك، وماشي كاع الشخوص كيهضروا بحالك، يعني بزاف تاع الحوايج كيكونوا اختزالات بزاف، ودغيا تنقزوا، دغيا زعما كنحاولوا نعميو هذه بهذه. تنظن بان ملي كتشوف الدرب كاينين جوج تاع لي بارتيات، كاين الناس الكبار كيهضروا بطريقه عاديه، وكاينين الشباب اللي عندهم اللونغاج تاعهم لانهم صحاب وكبروا بعضياتهم، دونك ولا تنهضروا حنا باللغه تاعنا كنهضروا غير دي زونوماتوبي، كتقول لي ام صافي راه كنتفاهموا في هذه، دونك كيفاش نحاولوا نترجموا هذه ونديروها كشخوص. ابخي كنظن بان المشكل اللي كيطرا هو ان انا يعني كتجربه تاعي في رمضان، بنادم تيكون مرمدن مقلق طالع ليه الزعف،
اكسيتيرا وغير تيفوت رمضان ملي كدير لا غو ديفيزيون تيقول لك اه فينالمون راه داكشي مزيان وهذا الشيء اللي طرا في الدرب وديما ماشي غير في الدرب ديما من بعد نكمل لك لان ميم الارقام تتكذب لان انتقاد كتلقى واحد 1% ولا 2% ولا 3% كتسمعهم بزاف ولكن الناس اللي ساكتين هما اللي تيهموني انايا ماشي دوك اللي تيغوتوا حيت بعض المرات ملي تجي تشوف هاد الناس اللي تيهضروا تلقى عندهم مصلحه بطريقه ولا باخرى ما تيحملكش انت ولا ما تيحملش هاد لاشين ولا ما تيحملش هاد البروديكتور ولا عنده شي صلاع ولا ما خدمتيش ولا شي حاجه بحال هكا تيقلب عليك بصح باسكو فيسبوك ولا بحال شي برماتي هو يعني كلشي باغي يحكم فيها كلشي باغي يعطي الراي تاعو كلشي باغي يولي عنده انفلونسور كما كيقولوا سكيفيكو كلشي تيهضر وتشي واحد ما تيتصنت انا بالنسبه لي ملي تندير مشروع بحال هكا كيتفرجوا فيه الملايين تاع الناس تنحاول نسمع وحده جالس في الزنقه ولا مول الطاكسي ولا الجدار مي كنتلاقى معاه في لايغوبور ولا شي حاجه تفيدك اكثر من هذاك اللي غيكتب عليك بزاف باش يعيرك ولا ينقص منك وفينالمون تف لي كريتيك الى لاحظتيها سي توجور لا ميم شوز حامض باسل هذا ما فيهاش حتى ابداع يعني كل عام تيعاودوا كينقلوا التكست العام اللي فات وتيعاودوا يحطوه دونك سكيفيكو حنا ما تنستافدوش منهم مثلا اللي كاين اعمال قدمت في شهر رمضان مثلا اللي ما نقولوش كان عليها الاجماع ولكن كانوا اللي ماشي كوميديا الاعمال اللي تيكون عليها اللي كيكون عليها الاجماع ما تتكونش كوميديا لان الكوميديا كتشري الصداع على راسك لان كاين شي واحدين ما خصوش يتفرج فيها كيتفرج فيها وتيقول لك هادشي ما تيضحكش خصو يتفرج في لي سيمسون ولا ساوث بارك ولا شيء ولا بيغ بانك تيوري ولا شي حاجه بصح كاين بزاف تاع الناس اللي كيدعي واحد الكوميديا هي الاكثر عرضه للانتقادات بيان رمضان كيجيهم كلشي دقه واحده كيبغيو يشوفوا كلشي وكيبغيو ينتقدوا كلشي وكاين واحد الفئه اللي انا متاكده غير ولفات غير ولفات كل عام بلوطاجيك حامض فهمتي داكشي عادي في الفنانين مثلا اللي كينتقدوا الاعمال ديال الزملاء ديالهم هنا غنعطي ليكزامبل بالممثل المغربي محمد الشوبي اللي انتقد هشام العسري انتقد العمل انتقد العمل ديال همي ولاد عمي اللي كان اللي تثبت هذا العام الخانه الاولى وكتب انه عمل دون المستوى سواء على مستوى الكتابه او الاخراج هذا وانت طبعا رديتي عليه في شي تدوينه ياك نجاوبنا تفضل لا لا اون فات نقول لك انا الشوبي ما تنعرفوش كنحترمو من بعيد ما عمري ما خدمت معاه اكسيتيرا ولكن كل مره كنديرو شي بروجي تيعيرنا من كنزه في الدوار يعني كاين بزاف تاع الناس تيهضروا بلا ما يعرفوا لان ملي كتجي كتقول لي هو كفنان يقدر يهز التليفون ويعيط عليا مزيان نستافد منه الا كان كبر مني بزاف قد الواليد اكسيتيرا يقدر يقول لي هشام شوف وقيل خصك تشوف هذه الشخصيه ورد البال من هذه وتتكون ايجابيه بزاف اما باش تجي وتفطح عليا انا في انترنت ما نعقلش عليه بهذه العربيه تاع باسكو هما موندوني تيولي بحال في الزنقه واحد تيبغي يقلل العار تاعو عليك وتيعيرك وتيبغي يبان هو الولد في واحد المجتمع اللي ما مسوقش ليه يعني هو البروجي اللي تيخدم فيه ما تيهضرش عليهم ولا ملي تيخدموا اكسيتيرا وبزاف تاع الناس ماشي غير انا غير حيت جاوبني حيت جاوبته حيت كنظن بان من العار بان فنان كيدعي بانه فنان يخرج يدير راسو هو اللي تيفرق لي بوان هو الحكم تاع هذا الشيء الوغ كو كيهضر على صحابه تيوا دونك ما كانش هذاك النوتراليتي يعني لوك انا كنظن بان في هذا السياق هذا تنظن سوا نسكتو سوا نقول شي حاجه زوينه الا كان باغي يمسحني كشخص كفنان كاللي بغى يعيط عليا في التليفون باسكو بزاف تاع الناس صحابي كنسمع ليهم كنعطيهم القيمه كنسمع ليهم كينصحوني بزاف د الحوايج وكيخليوني نزيد من قدام تيوا انت ضد ان ولا نسول ادوا انت ضد ان الزملاء في الميدان الفني ينتقدوا بعضهم بحال هكا بهذه الطريقه شوف انا في الصراحه انا بعيده على هذا الشيء ما كننتقدش مثلا الزميل ديالك مثلا الزميل ديالك في الميدان كيشتغل معاك ولا تلاقيتو في مهرجان من المهرجانات حط تدوينه فوالا تيقول بان هذا العمل فاشل واش ما كنجاوبوش وما كنتسوقش وصافي ولكن ما كندخلش في هذا الشيء ديال نبقى اصلا الممثلين حنا مع بعضياتنا ما عندناش ما كاينلاش زعما كاين نقيموا مشاريع ونقولوا هذا نجاح وهذا فشل حنا كلنا ممثلين وكلنا فاش كيعيطوا علينا نخدموا راه كنمشيو نخدموا وما كتكونش عارف هذاك الشخصيه ولا داك المشروع كامل فين يخرجك واش يكون ناجح واش يكون فاشل هذاك الشيء ماشي حنا اللي كنحكموا عليه كيحكم عليه الجمهور يعني الجمهور هو اللي عنده الحق اكثر الجمهور هو اللي عنده الحق الوحيد يقول هذه عجبتنا وهذه ما عجبتناش شوف جو بونس كو احسن حاجه هي المات هي لغه الارقام يعني الاراء كتبقى غير اراء يعني الا كان عنده حسن يبروبوزيها يعني حنا كنهضروا على زعما سي دي بروجي بوبليك زعما الا عنده ان بروجي غادي بولفيرسي فيه ولا غادي ريفولوسيوني ولا غادي ثوره على مجال الكتابه ولا الاخراج يبروبوزي ويفرجنا باسكو انا هذه 20 عام لاحظت بزاف تاع دوك اللي جايين باش يخربقوا كل شيء ويبدلوا كل شيء وعندهم الحل ما
باش يديروا احسن حاجه، وكل مره تنتلاقاو بان ملي كيديروا الفيلم تاعهم تيضحكوا عليهم الناس. كيضحكوا عليهم الناس كيقدموهم في طنجه ولا كدوز التلفازه، لان بنادم الهضره ما كتكلف حتى شي حاجه. ولكن في العمل انا واحد الانسان عملي كنخدم، كل مره قلتها كنكتب كتاف عوض ما نضيع راسي، نبقى نجلس في القهوه نهضر على الاخرين، ما تنهضرش على الاخرين. انا تنجوب الواحد لان تنظن بهذه اللحظه ماشي على قبلي انا ما مسوقش ليه، لان في هذاك البروجي كاينين ممثلين عطاو دمجوا فيهم بروبوزاو كلك شوز دو تري انتريسون، داداس درابيل محجه، وفي دي كونديسيون اللي بعض المرات قاصحين. انا كنحضرهم، انا كنعذبهم باش نخرج منهم شي حاجه، ما نقدرش نسمح لشي واحد يجي يعيرهم. اما انا ما مسوقش ليه، انا ما عمري ما نخدم معاه وما انتريس باك، وكانت عنده ان كارير بحال خويا كي خدمت معاه ولا الله يرحمه بسطاوي، ما عندوش الوقت فين يمشي يبقى معمر فيسبوك. دونك باش نكونوا واضحين، انا ما بغيت نقص حتى شي واحد، ولكن الله غالب هذا الشيء اللي كاين. اوكي غادي نشوفوا هنا، كنشوفوا الصور ديال هشام العسري، كل مره كتخرج باللوك واش كيطلع لك راسك في راسك ولا شنو؟ ما فهمتش. ورينا الصور ديال وافك. وي فوالا، بغيتي نعلق بلوك جديد؟ ندوزو عافاك، ندوزو مجموعهم اللي كاملين في تصويره وحده. مره هنا مره هنا، المهم ايكوت على حسب الخاطر، على حسب الكانه. الكانه كيفاش دايره؟ على حسب الكانه. ملي كنلعب كره تنولي عندي الحسنه تاع كويريم، اللي كندير السيرف كندير الشعر تاع مول السيرف، ملي كنكون مخرج بعقلي كندير كنمشي للميراجان كندير تانا كاشكول. ولكن في الحقيقه انت ماشي مخرج بعقلك. لا شويه شويه مره مره. اذا سولت كيدير في البلاطو هشام العسري في دواء؟ هشام كيفاش داير في بلاطو؟ واش من المخرجين اللي مثلا كيتقلقوا في بلاطو يقدر لا بالعكس، هشام ما كيتقلقش واعصابه في الثلاجه، ما كتعصبو حتى شي حاجه وما كت بالعكس. هو هشام بغيتي تكون انت وياه مزيانين في بلاطو، كاين الكوميونيكاسيون، هضروا الا هضرتوا غادي يكون كلشي مزيان. اما باش يتعصب ولا باش يغوت، اصلا عمرني ما سمعته كيغوت في بلاطو. بعدا كاين على الممثلين وداك الشيء عمر جامي. كاين طبعا هضرنا على السينما، والسينما بزاف ديال الناس الان طبعا الانفتاح اللي كاين على الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلات الجمهور المغربي انه يتفرج في مجموعه من الافلام ويقارن. الناس دابا كتدخل كتشوف افلام عالميه، وبزاف الناس كيقول لك حنا كنتحسروا ملي كنشوفوا المستوى اللي ديال الافلام اللي تقدم عالميا وكنقارنوها مع الاعمال اللي تقدم في المغرب. كيقول لك كاين فرق كبير بزاف وصعيب اننا نوصلوا لهذاك المستوى. انا اختارينا مع فريق العمل بعض المشاهد وحاولنا نديروا نوع من المقارنه صغيره ديال مشاهد الهيه ومشاهد هنا نشوفوهم ونعلقوا عليهم. تاع الافلام تاعي ولا غير؟ لا اون جينيرال. اون جينيرال اوكي. يلا. ايوا سهل. غادي نطلب من سامراني يعطينا مقطع ديال فيلم داكسيون عندهم كيفاش داير. مركز نجيب واحد، مركز نجيب واحد. صاحي يا مخربش حول ابن الجيهه انت عتره حول. كاين مجهود، كاين مجهود.
كاين مجهود كاينه محاوله كاين محاوله لا شوف اون فيت بغيتي نجاوبك دابا مثلا الا قلت لك عطيني شي فيلم مغربي دار لاكسيون دارها مزيان فيلم داكسيون لا ما نقدرش ما ماشي في كاع الافلام المغاربه باش نقول لك لا تعرف واحد القضيه ملي كتجي كتشوفها كتهضر على الفيلم تاع لاكسيون راه ماشي قضيه المشكله تاع الاخراج كاين واحد لي زيتاب ما تنحترموهمش حنا في الصناعه تاع سميتو لي زيتاب كاين كوريغراف كيخدم 3 شهور الممثل كيمشي كيتريني 6 شهور حتى كيولي كيشبه سوبرمان ولا باتمان ولا جون ويك ولا من فان دام ولا سميتو زعما ما تجيش من عبثيه ما تقدرش تجي وبدا تقدر لا كوريغرافي وتنظن بان يعني ملي كنجيو كنشوفوا هاد الافلام تلقاوها دي زاماتور مازال ما خايباش اورسون ويلز قال لك دون اماتور يا امور يعني كاين واحد الحب تاع الحاجه دونك ملي ترجعوا تلقاوها هي مشكله ماشي تاع امكانيات تفكير يعني خصك يعني كاينين الدراري عندنا لي شامبيون تاع البوكس عندنا شامبيون تاع الام ام ا عندنا لي شامبيون تاع الفري فايت الا شديتيهم وجلستيهم واحد 3 شهور مع الممثلين ولا هما يمثلوا يقدروا يعطيو شي حاجه اللي زوينه الحاجه الثانيه حنا كنرجع ديما للفكره تاع ان السينما ما بقيناش في 2020 1920 شي حاجه خصنا نفكروا بداك الشيء اللي دار يعني ما تقدرش دير فيلم تاع لاكسيون بلا ما تفكر في جون ماكتيرنال بلا ما تفكر في ماتريكس بلا ما تفكر في تايكان ولا فاست اند فيريوس اللي عطاو واحد كل مره كيزيدوا واحد الشحنه كبيره بلا ما كتفكر في هونغ كونغ يعني داكشي اللي تخدم في هونغ كونغ اللي كان مهم بزاف ولا فان دام ولا دوك الافلام تاع المضاربه كما كنا كنسنى منهم ملي كنا صغار طايفه دونك ما تقدرش تجي عبثا كوم سا وتبغي دير فيلم داكسيون بلا ما يكون مخدوم بعض المرات السيناريو ما تيكونش مكتوب مزيان كيفاش بغيتي الكوميديا يكون موجد باسكو ملي كنديروا فيلم داكسيون كنوليو تحت الجناح تاع السينما الامريكيه ولا ميم المصريين ملي كيديروا افلام تاع لاكسيون ولا ميم الهنود ملي كيديروا افلام لاكسيون كيبان لك داكشي باهت تماما نهضروا نشوفوا شي مشهد رومانسي سير هنا ولا هنا نشوفوا سير الله سير الله Pourquoi t'es plus en Europe ? Je suis allé à Paris, mais seulement pour acheter tes macarons préférés chez Pierre Hermé. اسمع المعلم عمر شتي لاله كناوال بنت الحاج عبد الغني كتبغي سمعتو المعلمين سمعتو صحاب الكره بنت الحاج عبد الغني كتبغي تحيه للفنان سولي والفنانه ازكون تحيه للغزاله السعديه ازكون ومشهد فيه الحب طبعا والتحت كاين السقيطه اللور وسط اللحم سقيطه الحواله تعليقكم على واش مثلا حنا واش كنشخصوا مزيان هاد كنوصلوا مزيان هاد المشاهد هادو مثلا عندنا مشهد رومانسي واش الاتموسفير كاينه كاين هاد كنوصلوا للجمهور هاد الشيء مثلا واش انت شتي في الافلام ديالك كانوا مشاهد قويه اللي بقات راسخه عند الجمهور مثلا كيتفكرها لدابا حيت كاين مشاهد في افلام اللي تفرجنا فيها مره ننساوهم مثلا مجموعه من الافلام تفضل سي كلا كنهضروا على الرومانسيه تنظن بان بيان سيغ كاينه امكانيه لان عايشين في واحد المجتمع فيه هذا الشيء كامل ابخي كنظن كنرجعوا لواحد القضيه اللي مهمه بزاف اشنو هو شكون هو المخرج اشنو وجهه النظر اشنو هو السيناريو اشنو هو الجمهور الا جبتي لقطه بحال هكا يعني قديمه شي شويه كانت تبان لنا قديمه اكسيتيغ ماشي مشهد رومانسي مشهد اخر عنده واحد حاجه اخرى يعني ما كنظن ماشي ما كاينش مجال المقارنه بين اللقطه الاولى واللقطه الثانيه بالنسبه لي انا نقول لك كاين واحد النوع من الاعجاز في السينما هو ان خص بنادم يكون عارف اش باغي يدير ملي كتعرف اش باغي يدير كيطراو بزاف د الحوايج مهمين انا في الافلام تاعي قليل فين كنكون فكسي عندي الرومانسيه في النهايه مثلا كاين قصه حب اكسيتيغا ولكن ما عمرها ما كتخاد المعيار تاعها هي الواقعيه هي المجتمع تاعنا كيفاش كيتصور انا في المجتمع تاعنا كيبان داك الشيء حشمان ملي كنجيو كنصوروا في المجتمع كيبان حشمان والسينما ما خصهاش تصور الحشمه الحشمه سي با ماشي ان سونتيمون زوين ماشي شعور زوين باش تصوروا بالعكس خصنا ندخلوا في لو كور ونضاربوا وكل العنف داكشي علاش حنا كنمشيو بليس للعنف كو الرومانسيه
هذا ما تيمنعش بان اشني وجهه النظر على الرومانسيه ماشي الرومانسيه وجهه النظر ملي كتجي كتصور كتكتب واحد اللقطه على واحد الشخوص كونوا ما الشخوص كيفاش غتصورهم انا الفيلم تاع بنوا غي بلون كاين واحد الشاعريه فين ما وريتهم تيقول لك هذاك لو كوبل زوين كيشبهوا المانغا كيشبهوا بزاف تاع الحوايج ما تيقولوش في المغرب ما تنفكروش في الكوتي كوتيديان لان الشخوص الا كانوا قراب بزاف من من الواقع تيكونوا مملين خصنا نخلقوا شخوص اللي عندهم واحد الشحنه تاع الضغط يكونوا شخوص تاع السينما ولا شخوص عند ايكونيك اون فيس كون ابينا دي بيرسوناج ايكونيك عندهم واحد بريزونس لابسين بواحد الطريقه تيهضروا بواحد الطريقه اكسيتيرا وتنظن بان هذه اللقطه زوينه بزاف كيبان اللحم اللور تيوا كاين الشعور كاين لو ديزير كاين بزاف د الحوايج اللي كيدوزوا مي المهم كنظن كاين اللحم المرقه كاينه المرقه كاينه المرقه كاين العيد كبير شوايه شكون هو الممثل العالمي اللي تمنوا انكم تشتغلوا معاه اللي كتمنى تقول ما كرهتش انا نشتغل معاه انت تمثلي معاه وانت يكون تحت طبعا الاداره ديالك انا كنعز عليه واحد الممثل مصري مات مسكين الله يرحمه سميتو نجاح الموجي نجاح الموجي مات مسكين كان كيعجبني بزاف وكنظن كانت امكاني نخلقوا شي حاجه زوينه صلاح بن صلاح كيشبه ليه شي شويه ولا هو كيشبه صلاح بن صلاح دونك كاين شي شويه تاع فدوا انت شكون الممثل العالمي اللي تمني انك تشتغلي معاه كيعجبك كتقولي هذا واحد الممثل هندي ما كيمثلش افلام هنديه كوميرسيال كيمثل افلام هنديه ديال سينما بصح لا بروفوندور اوتو داكشي كيلعب وسميتو عرفان خان ما عرفتش واش يعرفوه الناس ولا ما يعرفوش ولكن لا كان عرفان يعرفوه مش كيعجبني بزاف وما نكرهش هو هذا ممثل هندي ممثل هندي ملي مشيتي لهاد السينما الهنديه اللي طبعا اكيد ان عندك بزاف مع الافلام الهنديه لا 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 نسى والله ما على شي قلت لك هذا الممثل اصلا أفلام هندية. ما كيديرش دوك الافلام ديال تشالي وكيشطاح ودوك اللعيبات فهمتي هو ممثل هشام عزري المخرج المفضل عندك المخرج العالمي اللي كيبان لك كيدير سينما واعره وكتقول هذا نقدر نستافد منه هو سيدني لومات شكون؟ واحد المخرج امريكاني بحال مات سميتو لا هو مات مسكين راه مات شحال سيدني لومات المخرج المفضل عندك في دوا طالب زعما على برا؟ كيعجبني العالم ديال بيدرو المودوفار مخرج سباليوني ياك سباليوني وفي المغرب شكون المخرج بالنسبه لك في المغرب عندي بزاف المخرجين عزاز عليا على راسهم هشام العسري اللي كنخدم معاه بزاف واللي اصلا النهار عرفوني المغاربه عرفوني في اعمال ديال هشام كنزه في الدوار كذلك كما كنزه قبل من كنزه كانوا يوميات مسالي قبو كانت مينا كانوا بزاف د الحاجات شغلتو بزاف مجموعه خدمت معاه بزاف هشام انايا دوزنا الا قلت لكم اليوم شنو القاسم المشترك ما بين فدوى وهشام نجاوب انا ولا جاوبي انت؟ جاوب انت انت تنظن بان انا عز عليا واحد النوع تاع الممثلين هو تتقول لي تلاح كيتلاح ما كيخافش سا فيان دو لا باسيون قلت لك فدوى راسك معنا كذلك والو تفضل افيك فدوى الفيلم البروجي اللي خدمنا فيه من بعد الفيلم الاخر تاعي اللي سميتو الجاهليه لعبه واحد الدور اللي غريب بزاف عجب الناس وميم طون ما شافوهاش حتى مزيان الفيلم سميتو الجاهليه الفيلم كامل هي لابسه واحد غيخرج الفيلم غادي يخرج ان شاء الله كان في بيرلان العام اللي فات كنا خدنا اربعه الجوائز مهرجان تاع طنجه هذه سميتو وبزاف الجوائز اكسترا كانت لعبه بالصندله اللي لابسه هي قراعي تاع الميكا مبغجين ولابسهم صندله والفيلم كامل كيفاش كنشوفوها كتدوز من الصندله تاع البلاستيك عام مرقعه للصباط اكسترا اكسترا وكاين واحد التطور بسيكولوجي ومام اجتماعي مام طبقي غير من الرجلين تاعها وكان عندها واحد الدور اللي هو بحال ينفي كدوز في الفيلم كامل وكنشوفوها ماشي كنشوفها عندنا واحد لا بريزونس مهمه بزاف ولكن ماشي بالضروره بالهضره ماشي بالضروره عندها ديالوج في الفيلم سي عندها شي شويه تاع الديالوج ولكن الاهميه هو ان في ذاك الفيلم حتى شي واحد ما كان عنده اهميه بالنسبه للديالوج كنا كنصوروا كيفاش هما موضرين في واحد الجو كان عالم هذاك الجاهليه فهمتي بزاف القصص وهذا البيرسوناج اللي كنت لعبت انايا هو واحد البيرسوناج اللي كتلقاه وسط من هاد القصات كاملين
كاين. وكيف قال لك هشام كتبقى تشوفو عبر مراحل، كتشوف كتبدا معاه من رجليه، كتشوف اش لابس في رجليه شويه، كتشوف شنو لابس هنا، حتى كطلع حتى كتوصل الكاسك اللي دايره في راسها، ولكن ما عمرك ما كتحقق فيها، ما عمرك ما كتشوفها، مي كتسمعها كتهضر، كاينه مع الشخصيات، كاينه في الاحداث. وانا كيعجبني هذا النوع ديال الادوار. الا قلت لك نقطه القوه عند الممثله في دواء، ماشي في دواء، في دواء الممثله، شنو نقطه القوه عندها؟ الكاميرا كتبغيها، جو بونس هذا مهمه بزاف. الكاميرا كتبغيها، واخا تكون بالظهر واخا تكون بعيده واسميتو، كنظن كاينين ممثلين لا ان فات هنا فين كتجي واحد القضيه، داك الشيء رباني مثلا عارفوش من تيجي، هو كاين دي كوميديا كتحطو قدام الكاميرا كتحس كاينه اين استوار بلا ما بلا ما تحرت بلا ما دير والو، كاينه شي حاجه كطرا دومبلي سي نالشيمي، كنقول لها اين الشيمي. كاينين دي كوميديا كيخدموا اكثر باش يوصلوا لهذه القضيه. وانا عموما الكوميديا اللي تنخدم معاها هو سي دي كوميديا عندهم اين بريزونس، بحال حسن بديده، بحال صلاح بن صلاح، مالك خميس، عندهم واحد انغول كتشوفو كتحس بانه وراه كاين قصه وكاينين قصص وكاينين مراحل، يعني اللي يقدر يعاودها لك تيعطيك واحد الشحنه كبيره، ماشي كيبدا كيبان لك باهت. يعني دابا ملي كنشوفوا بعض المرات بعض الممثلين كتحس بانه مسكين الغام، تيحرت ان بو كيجري بزاف باش يعطيك باش يخليك غير تيقو بانه راه لاعب هذاك الدور. وانا الممثلين اللي عزيزين عليا العكس، سي دي غول، اون ابيل سا دي غول، بحال في الويسترن سباغيتي، بحال في ماد ماكس، بحال في هذا. وخصوصا بانني ما كنديرش في افلام على الواقعيه، كندير افلام اللي هما من محض الخيال، وبعض المرات سي لا سيونس فيكسيون ولا سي بوست ابوكاليبتي. دونك الممثل المهم انه يكون عنده هاد المساله هذه، انه اون بريزونس قدام الكاميرا، ويكون اون غول كيف ما قلتي. المخرج المغربي اللي ما يمكنش تشتغلي معاه امور، ولكن كاينين المخرجين المغاربه اللي ما نقدرش نشتغل معاهم. عطيني اسمه. ما بغيتش ندخل في صراعات. كان عندك شي مشكل مع شي مخرج شي مره قبل؟ انسحبتي شي مره من بلاطو؟ لا، ما انسحبش من بلاطو، حيت فاش كنت كان عندي خبر بانه كان عندك مشكل مع شي مخرج من المخرجين المغاربه. قري اين مخرج زعما اين بلاطو بعدا؟ بلاطو ديال الحلوه، بلاطو ديال التصوير طبعا. ايوا راه بلاطو التصوير بزاف، اين بلاطو في البلاطويات؟ لا، ما كنظنش انني كان عندي زعما كاينه شي خلاف مع شي مخرج ولا ضربت ولا تناقرت. كاين واحد المخرج ما صرحتي للزملاء ديالك بانك ما عمرك تخدمي معاه. الله يهديك. الله يهديني، زيد دائما. كاين مخرج اللي ما نقدرش نخدم معاه، ولكن ما بغيتش نصرح. ماشي تصرحي. الممثل اللي ما تقدرش تخدم معاه هشام العسري. لا فهمتي، كاينين واحد جوج ولا ثلاثه، ولكن ما غنقولهمش انا باش ما نكونش انا بحال الشوبيه كيشير على عباد الله. لا اون فات كنحترم انا، بالنسبه ليا ممثل ما عمري ما غوت على شي ممثل الا مره واحده، لان واحد اللحظه تنوصلوا لذاك الشيء كيولي خايب، كيولي سابوتاج، ما كيبقاش زوين، كتولي بنادم تيبغي يخرج على راسو وطراس. ابخي انا بالنسبه ليا تنحاول نخدم مع ناس عقلانيين تيفكروا. عمرك سبيتي شي ممثل؟ ما عمري ما لا واخا تقلقت، ما عمري ما سبيت شي ممثل، لان بالنسبه ليا من اخلاقيات الفن هو انك تكون مؤدب، تقدر تجبد اي حاجه من اي ممثل، باسكو ممثل المغاربه تقدر تقول لي تلاح من 5 ايطاج الا هضرتي معاه مزيان وعرفتي كيفاش تقنعتيه وصورتي. عندي واحد الانكدوت مهمه بزاف عندي انا، حسن بديده ملي صورت انا ويا هم الكلاب الفيلم الثاني تاعي، اول سيكونس صورتها هي كيتلاح في البحر، واحد السيكونس كيتلاح في البحر، كيمشي باش يعوم، تلقاوه في الحبس ابخي 30 عام. اول حاجه بانت لي في البحر والقادوس حدا عين السبع، يعني واحد البحر خايب ماشي حتى بحر زوين. واللي خصك تعرف هذا كان صورناه في ديسمبر، وخصك تعرف واحد القضيه، حسن بديده ما تعرفش يعوم، يعني تلاه واحد يعني ما خافش، عرفت انا جبت لي انت عارفه ما كانش يوم ومشيت تلاه. لا وقفت الناس اللي الا كان شي مشكل يتلاح عليه، انا كنشد الكاميرا كنسميتو حتى انا كنعرف نوع من عاتق الناس سعيد في عين سبع تيوا، دونك نقدر نتلاح عليه. ولكن باش تعرف اشنو هو الفكره اللي زوينه من هاد الانكدوت، هو انه ما فكرش بانه يقدر يغرق، فكر بان هاد الفكره هادي غتعطي واحد الشحنه كبيره للشخصيه تاعو، والشخصيه تاعو ملي غتعوم في هذاك البحر تما فين غتخلق، يعني كاين واحد النوع من الكاتارسي، كاين واحد بزاف الحوايج اللي غادي تعطينا القوه كبيره بزاف للشخصيه، يعني ما تحاسبش مع راس. وانا كاع الممثلين اللي كنخدم معاهم الا ما كانش عندي بين واحد الرابط كوم سا واحد لا طوندريس ما نقدرش نخدم معاه، حيت ما غادي يعطيني والو وانا غادي نضيع الشخصيه ولا نضيع المشروع على قبل، حيت كلشي كيدوز كيفاش المخرج غيوصل للممثل لانفورماسيون. فدوى طالب، نعم. واش كتفكري جينا انك تنتي تدخلي لهذا العالم
ديال الاخراج مثلا انك ديري اخراج وتنافسي هشام. والله ودي ما لقيتش كون نافسه هشام. لا ما كنفكرش بصراحه لانني انا كنامن باللي كيدير شي حاجه باختصاص. اه الا اذا كانت عندك تبارك الله موهبه بحال هشام كيقدر يكتب كتاب ويقدر يكتب مسرحيه ويقدر يرسم دي ديسان ويقدر يدير فيلم سينمائي. لا فدوى ديري ديري انا وليت ممثل في اه نجيبك تمثل معايا. نمثل الله تنمثل فابور والله تنحوايجك ونجيب حوايجك كنعرفك كنعرفنا ونبقى ندير لك شي سيكونس ونقول لك فيها هجري هجري ما توقفش. كاين السوف في المدخل. لا دونك ما كان بصراحه ما كنفكرش انني ندير الاخراج دابا ولكن ما عرفتش مع الوقت كلشي ممكن. ممكن مستقبلا. بعد المخرجين بغيتكم تعطوني تعليق على كل صوره. اوكي بزي بزي. اه نور الدين زعما الاخ الاكبر تاعي ما تنعرفوش بزاف الصراحه واخا حنا عايشين في كازا ما تنتلاقاوش بزاف. تلاقيت معاه غير في رمضان ملي بدا رمضان قلنا غنتشوفوا دونك نتشوفوا مره في العام مي فوالا فوالا بلاصتو كاينه كاين كل الاحترام. نور الدين الخماري كي تيجيك السينما ديالو تاع الخماري زعما نو جو بونس كو هو يل بروبوز واحد لو سينما نيرفو تاع السنوات السبعينات بحال سكورسيز اكسيتيرا وتنظن ابخي كل فيلم عنده حاجه زايده حاجه ناقصه دونك ما نقدروش نحكموا على السينما نقدروا نحكموا على الافلام. انا كنت زعما الفيلم اللي بقى لي في بالي هو بيان سور هو كازا نيغرا. لا فيريتي باقي ما شفتش الاخراني وكنت شفت الفيلم جو بونس ميم الفيلم اللي عجبني تاعو هو الاولاني كاع سميتو لو روغار. لو روغار كنت شفته ملي الله كان خرج في ذاك الوقت لو روغار كي تيماتيكمون En tout cas, philosophiquement, il était intéressant. C'est comme un premier film sur le regard, les photos, les photographes. Donc voilà. Un film, le Khomari, tu peux te nafser à la mienne ou là? Tu peux? Tu peux te nafser à la mienne ou là? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis là. Je vous souhaite une dernière. انا نقدر نهضر اون فيت ابراهيم الشكيري هو صاحبنا من يامات لا فيلم اندستري سد ماتنو راه من 2006 دونك وتنظن بانه حقق واحد المسار اللي تري انتريسون جو بونس من ذاك الوقت لدابا كبرنا كلنا شرفنا ولا عندنا الشيبي تو سا تنظن كل واحد ولا تيعرفوا الجمهور على واحد حاجه بريسيز هو كيخدم بزاف هو دمار. الخدمه ديالو كتعجبك؟ واي بيان سور. السينما ديالو كتعجبك؟ لا الافلام تاعو ما شفتش الافلام الاخرانيه تاعو اللي دار مي الافلام اللي كان دار ذاك الوقت كنا ناقشناها وهضرنا عليها وتفاهمنا عليها وبزاف د الحوايج. تدوى؟ ابراهيم الشكيري هو صديق فقط ما عمرني ما اشتغلت معاه ما عمرنا خدمنا اونسومبل ولكن كيف قال هشام عنده ان ستيل في الاعمال ديالو كتعرفهم كتعرف لو ستيل ديالو. نعم شوفوا الصوره اخرى. زكيه الطاهري. زكيه الطاهري. انا زكيه الطاهري بصراحه عندي معها واحد ليكسبيريونس مره وحده خدمت معها في واحد سيت كوم سميتو دور بها يا شيباني تلاقيت بها دونك في التورناج وكان واحد الكونتاكت زوين بيني وبينها اشتغلنا في ظروف ترانكيل دوزت معها واحد ليبيزود ترانكيل وصافي هذه هي ليكسبيريونس الوحيده اللي عندي معها. انا دور بها شيباني كانت الفكره تاعي ولكن ما عمري لا كنظن ما كنعرفهاش بزاف ما تلاقيت معها شي جوج ولا ثلاثه المرات ولكن كاين الاحترام جو بونس كاين احترام هذا هو اهم حاجه كل واحد كيحاول يدير السينما تاعو ولا المشاريع تاعو بالطريقه تاعو الشخصيه دونك ما نقدرش نحكم عليها لان ما تنعرفهاش شفت الفيلم تاعها الفيلم تاعها نشوفوا صوره اخرى. درقاوي درقاوي عمو هذا من الرواد جو بونس خصنا نحترموهم بزاف لانهم هما اللي حلوا لنا الطريق بطريقه ولا باخرى وتنظن ما تنعطيوهمش الوقت ولا ذاك الاحترام ولا ميم ذاك القيمه اللي خصها تعطاهم زعما كان الناس بداو في واحد الوقت كان صعيب بزاف اون 35 مليمتر وكان كل شيء خصو يدار يافي تو افير كيما كيقولوا سي ايكول كانت شحال هذا سي درقاوي دونك كنظن الا كانت شي حاجه خصنا نقولها خصنا نهضروا على هاد الناس اكثر وقيلة قبل ما يمشيو مساكن قبل ما يديهم الوقت وذاك الشيء. احمد بولان انا جو باس. ما عندكش تعليق؟ لا ما خويا خدمتي معاه؟ فركوس فركوس عبد الله فركوس عبد الله عبد الله فركوس المخرج اه بيان سور بيان سور ما تقولهاش لا تنظن فهمتك علاش حطيتي التصويره تنظن بان النوع تاع السينما اللي تندير والنوع تاع السينما اللي تيدير هو بزاف الناس كيبغيو يخلقوا منها صدام ولا شي حاجه بحال هكا تنظن العكس باش تكون السينما خص يكون سينمات سينمائيات
كل واحد كيدير واحد السينما كيفاش كيفهمها كيفاش كتعجبو بلا نوت دانتونسيون تاعو. شفتي شي فيلم ديال ديالو كمخرج؟ بيان سور بيان سور بيان سور. لا هو ان فيت سي سامبل سي دي زيستوار كي سادريس با فورسيمون ا موا كيما انا الافلام تاعي فورسيمون ما غاديش يكونوا يهضروا معاه. ولكن انا كنأكد على حاجه وحده غير الاحترام. كل واحد خصو يحترم الخصوصيه ابارتير دو مومون كنعزلو مع من تنهضروا يعني الجمهور اللي غنتواصلوا معاه صافي تيكون بلاصتو كاينه وبلاصتي كاينه وبلاص بزاف تاع الناس كاينين. اخر حاجه غنديروها هو اننا عندنا واحد واحد الفقره ديال توزيع الجوائز ديال توزيع الجوائز. هنا غادي نهضروا على شنو شفنا في شهر رمضان في مجموعه من في القناه الاولى ولا القناه الثانيه ولا حتى في السينما هادشي اللي شفتي هذا العام. حتى انت في دوا طالب بغيتك تعطيني جائزه ديال احسن ممثل ضمن تعطيها هذه السنه في دوا. في دوا مشاكل ولا انت هي غتعطيها ماشي غيعطيوها لك ناري اش غنقول. شوف فدوى في الاعمال كامله اللي في السينما هذا العام ولا في التلفازه ولا في الويب الاعمال بصفه عامه مذكر ولا مؤنث؟ ممثل. ممثل الممثل اللي في الحقيقه انايا دابا مركزه معاه بزاف وخدمت انا وياه ديجا قبل درنا كنا كنديروا دي ماتش دامبروفيزاسيون وتبارك الله دابا كنشوفوا كيعجبني وغادي في واحد الطريق زوينه. هو ناصر اقباب اللي كاين في رضات الوالده لعب السكافاندري. هشام عسري ممثل ولا ممثله؟ ممثل. لما تعطي جائزه احسن ممثل ممثله؟ ممثل ممثل. غنعطيها جو بونس لعبد الاله رشيد. ما كنتش كنعرفو بزاف افون كنت شفتو في الفيلم تاع نبيل يا خيل الله يا خيل الله وكان اكتشاف زوين لان عنده واحد جايب واحد الاسلوب اخر مازال كاين اللي باقي ما فهموش ومجتهد وتيخدم واحد الدري الله يعمر ليه الدار شفتو انا خدمت معاه واحد البروجي وفي المجهودات اللي تيدير بطريقه تاع العمل كاين واحد مقترح زوين تاع ممثل يعني كنعرف واحد الممثل كيفاش كيخدمو هو جايب واحد الاسلوب بلا ما يكون اونفاتيك بلا ما يكون فيه بزاف تاع سميتو عاطي واحد واحد الاستيليتي. فدوى الجائزة ديال أحسن ممثلة هاد السنة تعود لي لمن نعطيها؟ واش دابا أنا نقدر زعما نحكم على الناس حشومة؟ لا حكمي 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 هاد الشيء من وجهة نظرك أنت فقط. أوكي هذا حكي اختيار ديالك أنت. ممثلة هاد السنة اللي شدتني لقيتها هي واحد الممثله اللي غابره ما كتمثلش بزاف وهذا العام رجعت في مسلسل الزعيمه كانت معنا الممثله قدس جندل. قدس جندل قدس جندل الاعلاميه ايضا اللي كانت تماما زوجه ديال الفنان ياسين احجام. هشام العسري لما تعطي الجائزه ديال احسن ممثله مغربيه هذه السنه سونيا عكاشة كاين واحد هذه الممثله ما تنهضروش عليها بزاف ما تنهضروش عليها بزاف وتنظن تدير بزاف السينما جو بونس تستاهل بزاف تستاهل بزاف الخير وبزاف الناس يعرفوها جو بونس تستاهل يعرفوها الجمهور المغربي العريض. نطلعوا لها دوسي شويه ياك سسبانس جائزه ديال احسن عمل تلفازي سواء كوميدي او درامي في الوطن. بدا بهشام العسري. هشام العسري انا ما شفتش دوك ما نقدرش نعطيك شي منها ما كاينش تهرب من ابدا ما تهربش ضروري غتكون شفتي شويه احسن اش قلتي؟ احسن عمل تلفازي اون فيت انا نقول لك شوف سواء كبسوله سواء مسلسل درامي سواء كوميدي سواء سيت كوم انا عارف انا عارف انا عارف سي بيان يتشكوك يتشكوك انا 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 عرفت انا الزعيمه الزعيمه مسلسل الزعيمه في دوا طالب حتى انا الزعيمه من الاخر ياك يلا اخر سؤال افضل عمل سينمائي هذه السنه بالنسبه لكم
ملي كنقول افضل بالنسبه لكم كتستني راسك يعني ما يمكنش تدخل انا هذا العام ما عنديش فيلم هني له اوكي انا بالنسبه لي صوفيا 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 صراحه هذا العام انا ما شفتش بزاف الافلام يعني ما نقدر نحكم على حتى شي فيلم والفيلمات اللي شفت كنت انا فيهم دونك انت قلتي لينا نخرجوا منهم دونك ما نقدرش نهضر عليهم سي خاص هار علي معكم فدوى طالب هشام عسري شكرا اللي حضرتوا معنا في هذه الحلقه هذه نورتونا ومن خلال هذه الحلقه هذه حاولنا نتقربوا منكم اكثر ونقربوا طبعا الاجواء ديال الشغل ديالكم ونوضحوا الشيء اللي يمكن كانت غايبه على الجمهور المغربي في الاخير طبعا نخلي كل واحد فيكم كلمه للجمهور اللي كيتبعكم شنو ممكن تقولوا ليه الكلمه لكم فدوى طالب الكاميرا قدامك كنقول للجمهور اللي كيتبعنا شكرا بزاف حيت كتعطيونا من وقتكم وشكرا بزاف حيت كتركزوا على اعمالنا باش كتشوفوا اللي خايب واللي زوين وكتقدروا تنتقدونا وكنتمنى يا ربي تبقاو ديما تنتقدونا في الحاجات اللي هما مهمين وتنتقدونا على الشخصيات اللي كنلعبوهم ماشي على حنايا الاشخاص وهذا هو اللي كاين هشام عسري كاميرا بلاتي باش نحطك في المود ديالك 3 2 1 اكسيون انا عندي كلمه وحده هو بعيدا عن العدميه وبعيدا عن السلبيه زعما جو بونس كو حنا تنحاولوا نبروبوزيو دي شوز اللي تقدر تعجب تقدر تفيق تقدر تضر في الراس ولا عندي نصيحه تنظن تنصح الناس بانهم يقراو جو بونس كو مهم بزاف نرجعوا للقراءه كحاجه مهمه عندنا في الحياه تاعنا كما كناكلوا كما كنتفرجوا خصنا نقراو شي شويه لان كاين فيها تهذيب النفس تهذيب الذوق وتتخرجنا من دوك الناس اللي بعض المرات كيبغيو يفرضوا علينا الراي تاعهم وتخلونا نفهموا بان العالم مفتوح لنا شكرا شكرا لكم باي باي